ندخل بقى بانوفيشن في حاجات مختلفه حتى على احنا شغالين بيها دلوقتي. ونتمنى بعد كده ان دي خدماتكم مش داخل مصر بس وانما خارج مصر. افريقيا فيها توسع كبير في الطاقه الكهربيه، يستمتعوا توسع في الشركات ويبقى سوق ايضا لنا بره. زي ما احنا بنحاول نصدر كهرباء حضراتكم، احنا ايضا بنستطيع تصدير خدمه الهندسه الاستشاريه في مجال الشركات والناس مؤهلين لهذا الامر. واحنا حتى نزلنا اعلان في الجورنال عشان يتقدم العائد حوالي 20 واحد يحترق من احد المهام الاساسيه اللي احنا محافظين عليها في قطاع الكهرباء هو تاثير الموارد البشريه والاهتمام بها في الاحصاء الدرجه الاولى. فيمكن في قطاع الشركات فقط احنا متصلين بس احنا بنتكلم على 20 مهندس متميز جدا. ده يستمتعوا بقى كمبيوتر بروجرام برامج كمبيوترز على احدث مستوى لهذا الامر بتاع الترانزيشن عشان يقدر يستطيع ان يصمم شبكات يقدر يحصل على احسن تصميم باقل تكلفه ممكنه من المهارات المهندسيه الرايحه. في مهندسين جونيورز وفي مهندسين سينيورز، يعني مهندسين حديث التخرج بس محتاجين ان يكونوا متقدمين وبدرجات عاليه في التخرج. يعني مع حق يمكن دي اول مره في تاريخ قطاع الكهرباء من سنوات يتم الاعلان على ان احنا عايزين نعيش في 100 واحده رائعه. وماشيين بطريقه ايضا وبنعمل على فكره الناس المصريين اللي بيشتغلوا بره في الدول العربيه ايضا كانوا بيكلموا ناس كده. احنا ممكن نيجي ونقدر نحدد كده، لا احنا مفتوحين لاي مصري يقدر يساهم في هذا الامر بصوره اخرى. دي ايضا احنا من ضمن حتى لسه قبل ما نوقع لسه ما وقعناش الوقود النهائيه مع قطر الصناعات الرويه، لكن احنا حصلنا فعلا على 50 منحه لعمل دراسات عليا في الفيزياء النوويه بتبقى في بدء اعداد خوارج في بتعمل في المحطات النوويه. فانا فرحت حضراتكم في الزياره الاسبوع الماضي هناك في روسيا، وفرحت حضراتكم مراكز الاكسلنت المراكز التميز اللي شفتها هناك، واحنا بنحاول نعمل زيها ان شاء الله. الناس اللي بتطور في هذا الامر، يعني قبل كده كان ماشي بمعدل بطيء، لحد ما وصلت درجه كبيره،